عبد الله بن عون وهو من السلف الصالح نادته أمه: يا عبد الله. قال: لبيك أماه. ثم استغفر وأناب وحزن، ثم أعتق جاريتين رقبتين. قالوا: لما؟ قال: صوتي ارتفع على صوتها. الله المستعان. وين عيالنا اللي أصواتهم تخرج خارج الأسوار ويرفع صوته على أبوه ويرفع صوته على أمه ويطالبهم ويلح عليهم؟